نبدأ من تواصل القصف المدفعي والجوي على محافظة خان يونس منذ ساعات الفجر الأولى وحتى هذه الساعة. لم تتوقف الانفجارات في تلك المنطقة في محافظة خان يونس، وخاصة منطقة البطن السمين والمنطقة جورة اللوت وقزان أبرشوان وقزان النجار. هذه هي مناطق في جنوبي غربي محافظة خان يونس ومناطق جنوبي شرقي محافظة خان يونس، مناطق تتعرض للغارات والقصف المدفعي المركز منذ ساعات الفجر الأولى، ويترافق هذا مع توغل لآليات الجيش الإسرائيلي في تلك المناطق باتجاه محيط مجمع ناصر الطبي. أيضا هناك محور آخر تقدمت منه الآليات من المخيم الغربي باتجاه شارع 5 ومن ثم منطقة الظهرة باتجاه البوابة الشمالية إلى مجمع ناصر الطبي. هذه الروايتين هي المتوفرتين حتى هذه الساعة في تلك المنطقة، رغم شح المعلومات من تلك المنطقة لصعوبة التواصل لانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت، ومنذ أسابيع طويلة منذ توسيع الحملة العسكرية على محافظة خان يونس. لكن حتى الآن يسمع دوي الانفجارات الناتجة عن القصف الجوي والمدفعي لتلك المناطق الجنوبية الشرقية لمحافظة خان يونس والمناطق أيضا الشمالية لمحافظة خان يونس بلدة القرارة. هناك سلسلة من الغارات والقصف المدفعي والجوي الإسرائيلي، ويستهدف مناطق مفتوحة وأراضي زراعية ومنازل للمواطنين. أيضا شرقي محافظة خان يونس هناك أيضا عبسان الجديدة وعبسان الصغيرة، وهناك أيضا خزاعة وبني سهيلة، مناطق تتعرض على الدوام للقصف الجوي والمدفعي باستمرار. لكن حتى هذه الساعة لم يتم الإعلان عن وقوع عدد من الشهداء أو الجرحى من تلك المناطق لصعوبة الوصول إلى تلك المنطقة ولانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت. لكن في حال توفر مزيد من المعلومات أيمن، يعني يبدو لي أنه من الأخبار المتواترة أنه القصف الإسرائيلي على رفح ودير البلح أسفر عن تقريبا يعني 15 شهيدا حتى اللحظة، يعني مجمل ما وصل لي من أعداد الشهداء خاصة في وسط القطاع في دير البلح وبعض المنازل في مدينة رفح. لا أعلم إن كانت الأعداد ربما يعني ازدادت في الساعات الأخيرة. لكن بالعودة إلى داخل رفح، كيف تبدو الأوضاع أيمن؟ يعني في مسألة خاصة يعني في مسألة نقص الدواء والغذاء، ونحن في شهر رمضان الفضيل، أطلعني على هذه الزاوية من فضلك. نعم، لكن قبل هذه الزاوية محمد، فجر اليوم كانت هناك غارة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل في منطقة حي الجنينة لعائلة فروانة، وأسفرت هذه الغارة عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة، وتم نقل جثامين الشهداء والجرحى إلى مستشفى أبو يوسف النجار. كانت هذه الغارة هي في أثناء تناول الفلسطينيين وجبة السحور استعدادا لصيام اليوم 14 من شهر رمضان، إلا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على هذا المنزل وأوقعت عدد من الشهداء والجرحى وسوت المنزل بالأرض. أيضا حتى الآن طواقم الدفاع المدني ما زالت تعمل في المكان من أجل البحث عن مفقودين في تلك المنطقة، وتعمل أيضا بوسائل بدائية كالمطارق وغيرها نتيجة خروج معدات جهاز الدفاع المدني عن الخدمة نتيجة تعرضه للعدوان الإسرائيلي وللقصف الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة. أيضا كانت هناك الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صباح اليوم باتجاه شواطئ مدينة دير باتجاه شواطئ رفح دون الإبلاغ عن وقوع أي من الإصابات في تلك المناطق. لكن في مرات سابقة وقع عدد من الشهداء والجرحى جراء استهداف خيام النازحين في غربي مدينة رفح، وبالتالي أيضا يتم الاستهداف بصورة متكررة للشارع الرشيد الواصل بين جنوب قطاع غزة وشمال قطاع غزة، والذي يسلكه المواطنون والنازحون والمؤسسات الدولية. وبالتالي حتى الآن أيضا لم نبلغ عن وقوع أي من الإصابات في غربي محافظة رفح. لكن أيضا بالأمس كانت هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية واستهداف منزل شرقي محافظة رفح،
وأسفرت هذه الغارة عن استشهاد 5 فلسطينيين، 4 أطفال وسيدة مسنة ومن عائلة كوارع، وأيضا إصابة 7 آخرين بجراح مختلفة. الغارات الإسرائيلية مستمرة محمد على مدينة رفح وعلى هذه المدينة المكتظة بالسكان، 1.5 مليون نازح ونازحة، وأي غارة إسرائيلية على أحد المنازل على أي منطقة توقع عدد من الشهداء والجرحى بعدد كبير. وبالتالي هذا استمرار للعدوان يأتي في ظل التهديدات الإسرائيلية باجتياح وشن عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، لكن حتى الآن ما نلاحظه هو استمرار للغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على هذه المدينة المكتظة ب1.5 مليون نازح ونازحة. طيب أيمن، عد بي إلى النقطة، الوضع الإنساني المتردي، نقص الغذاء والدواء في رفح. الأوضاع محمد يعني فوق الكارثية في مدينة رفح وفي باقي محافظات قطاع غزة، في ظل عدم توفر المياه النظيفة والغذاء، وفي ظل شح الأدوية والمستهلكات الطبية، وفي ظل عدم توفر أبسط مقومات الحياة في هذه المحافظات، يعني ما يصل عبر معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح هي فقط في أحسن الأحوال 200 شاحنة، وهذه لا تلبي احتياجات الناس. كما تقول الأونروا قطاع غزة بحاجة إلى أكثر من 500 شاحنة يوميا أن تصل محملة باحتياجات الناس من غذاء ومياه نظيفة وأدوية ومستهلكات طبية وغيرها من المستلزمات. أيضا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تحدث بأن قطاع غزة بحاجة إلى أكثر من 1000 شاحنة يوميا أن تصل محملة باحتياجات الناس، وأكثر من 1 مليون لتر من المحروقات بصورة يومية لإعادة تشغيل المشافي وإعادة تشغيل باقي القطاعات المختلفة في جميع محافظات قطاع غزة. الأوضاع كارثية وصعبة، هناك انتشار للأمراض والأوبئة داخل مراكز الإيواء، سواء في المنازل المكتظة بالناس، في مراكز الإيواء، في الخيام، جميع هذه المناطق هي يعني مناطق للأوبئة والأمراض نتيجة هذا التكدس، حيث سجلت وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 1 مليون إصابة بأمراض معدية في صفوف المواطنين والنازحين، وهناك تكدس على الرعاية الصحية من أجل طلب الأدوية والمستهلكات الطبية، ومن أجل أيضا الحصول، هناك تكدس على الحصول على المياه وعلى المخابز من أجل الحصول على الخبز، وفي الأسواق هناك أيضا أزمات كثيرة، أزمة مواصلات، الناس بدأت تستقل شاحنات التي كانت تعد للحيوانات، وهنا أيضا أزمات اليوم في عملة الشيكل في هذه المحافظة، في هذه مدينة رفح أزمات كثيرة وتتصاعد يوما بعد يوم، في ظل الأوضاع الكارثية الصعبة التي يعيشها الناس في هذه المدينة. الناس هنا يأملون ويتطلعون إلى محادثات وقف إطلاق النار على أمل وقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى منازلهم في المحافظات الشمالية، لكن حتى الآن هناك على ما يبدو عقبات تعترض العملية المفاوضات، كما تتحدث التقارير الواردة من الدوحة أو من بعض العواصم الأخرى نتيجة يعني تعنت إسرائيل بعدم السماح بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، وأيضا كما تقول المصادر بأن حماس أبدت مرونة فيما يتعلق بأعداد الأسرى أو في ملف تبادل الأسرى، لكن حتى الآن العقبات تعترض سير المفاوضات. شكرا جزيلا أيمن أبو شنب مراسل الغد من رفح.